صباح الخير المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين صحيحه، اموركم هانيه. اليوم غنشارك معكم ميني حاله خشخش ديال الفقار عاوتاني. وهذا المهم، راه خسرات ليا واحد الكيكه البارح، كنا صايمين درناها. المهم درت كيكه ديال الله يحسن العوان، ولكن ما صدقاتش. انا غادا نصايبها معكم انتم، نوريكم الاقتصاد كيفاش الا خسرت لكم كيكه شنو غديروا بها بلا ما يلوح بنادم ولا هذا، فهمتوا؟ انتم تحرقت واحد شويه، ولكن غتجي زوينه هذه الفكره. دابا اللي غنشارك معكم راها زوينه، انتم شفتوا كي جات ملقزه. المهم غندير بها ديك حاله خشخش، ولكن ها ماشي هي الفري، هذه غير المزوره. يسمحوا لي موالين حاله خشخش اللي كيصايبوها. ولما تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. ومهم كل واحد باش كيصايبها، فهمتوا؟ ما مقادينش، ما مقادينش الناس كلشي كيصايبوها بواحد الطريقه ولا بواحد البسكوي ولا بواحد المكونات ولا هذا، لا راه كل واحد باش كيصايبها. غير انايا دابا ملي شفت هاد الكيكه غادي تضيع، قلت بلاتي نديرها. المهم راه صدقات، قلت بلاتي نشاركها مع المشاهدين ديالي، نصايبها. كنت غنصايبها بلا ما نشاركها معكم، ونقول بلاتي نشارك معهم هاد الفكره زوينه. بحال دابا اللي تشهاها وداك الشيء وما عندوش مسكين الامكانيات باش غيشريها، ما عندوش باش غيشريها، ما عندوش الفلوس وما عندوش هذا. المهم الله يحسن العوان كل واحد. وانا راه كنحس بالمسكين بحالي، انا مسكينه وكنحس بالمساكين. هذا ما كان، ايوا صافي شديت هنايا المشاهدين، هذه هنايا راح شاده بيدي، انا بيدي باش كنتصور داكشي، باش جاني تصور كاع شويه عوج. هانتوما راه شديت ديك الشعريه ديال السفه، غير هذه كانت شايطه عندي ولقيتها غليظه شويه. اللي بغيتي ديرو نتوما الشعريه ديال السفه، ما عندكمش باش تشريو هادي، ما عندكمش باش تشريو شنو سميتها، اسمي ما عندكم باش تشريو، يا ربي ديك الكنافه كديرو هادي. غير الخطا اللي درت انا هنا المشاهدين، ما عنديش السنيده وانا ندير السكر، السكر بقى محبب يعني بدا كيذوب، ولصقها وقصحت شويه، فهمتوا؟ ما ديروش هنايا، درت شويه ثاني السكر، ما عنديش السنيده، درته في نص لتر الحليب، درت جوج معلقات تاع النشا صافي. والمهم كي قلت لكم هذيك الشعريه ديال السفه شتوها كي لصقتها، شتوها؟ ولكن واخا هكاك جات زوينه وبنينه، في الاخر غندير لها الزبده صافي. المهم انا غنرد هاد سميتو فوق البوطه، غادي يذوب السكر قاصح، كان لي ندكو شويه. المهم زربت عليها وصافي، حنا مع صايمين صافي. ايوا صافي، وغنديرها فوق البوطه تغلى تتخطر واحد شويه، راه غادي تشوفوها معايا هنايا. انتم شفتوها هي خضرات، خلوها غير على هذا القياس. والمهم اللي عنده باش يصايب الكريمه يصايبها، انا راه ماشي مسمومه ماشي محساده، انا نقول لكم باش كنصايب الكريمه، كنصايب انا غير بهولالا. داك الكريم ديال هولالا، يا تجيبوه يا تجيبو الخنيشه وتخلطوها مع الحليب وتدربوه شويه، تطلعوها تخلوها شويه خات داك جاريه ما تخطروهاش، يا تجيبو هولالا وتدربوه. هذاك هو لا كنخدموا بيه، بلا كتزيدوا غير شويه السكر كلاصي على حساب الحلاوه الا بغيتوا الحلاوه بزاف صافي. المهم راه وريتكم هنا الكيكه كيفاش فرتتناها، وجدت هاد البطاط كانوا عندي تما، وجدت فيهم حاله خشخش عند واحد السيده، وها نتوما راه جبتهم خبيتهم احتفظت عليهم، قلت لها نحتاجهم. واخا هما داكشي رقيق غير كيطرطق، ولكن انا قلت يعني غنبغيهم في هاد السيمانه، خليت داكشي. علاش دابا غنقضي بهم ثاني صافي غنلوحهم. هذا ما كان، هانتوما راه شاده غير بيد وحده وخدامه بيد وحده، كنصور بواحد اليد وكنخدم بواحد اليد، معايا سميتها هي مشغوله. هذا ما كان. المهم حتى ان شاء الله يجيب الله الرزق الا بقينا في الحياه ونشاركها معكم. هنايا جبت الزبده ما كانتش عندي، شديتها عند واحد جارتنا الله يسهل عليها، الله يستر قلب ما لقيتهاش. قلت دركا فين غنجيب الزبده، ما يعطوك حتى 5 دراهم ما يبغوش يعطوها لك ديال العبار، والباطا غاليه دايره 10 دراهم حتى 240 هكاك. ايوا صافي، وانا نقول بلاتي صيفط لها ديك السيده الله يجازيها بالخير، فيما كنصيفط لها شي حاجه ما كتردناش. هاد الخياطه جارتنا الله يسهل عليها، الله يعطيها مناش تعطي. من هاد الفيديو كنشكرها بزاف وكنقول لها الله يعطيك مناش تعطي ويخلي لك الصحيحه ديالك، وما تمنيتي في خاطرك. فيما تنصيفط لها شي حاجه مسكينه وعندها ما كتردنيش، الله يرحم ليها الوالدين. المهم هنا درت معايا ورقه كبيره ديال الزبده زدتها عليها، غير هو تاني الخطا اللي درت خاصني نذوب بالزبده وعاد نخويها عليها. ولكن علاش؟ ماشي خطا، غير انايا بغيت مازال نزيدها شويه الطياب، غير بغيت نزيدها شويه الطياب، بغيت نحمرها شويه باش تجي مقرمشه، فهمتوا؟ باش فاش تبداو تمضغوها بحال هكايا
كتسمعوا ديك التقرميشه. فصافي هنا رجعت ياسمين هي اللي سايره كتذوب في الزبده. المهم صايبت درت لها يا ربي الزبده، درت معايا علقه كبيره وكنتسناوها دابا دير وتزاد شويه، كتزاد تحمر شتو هانتوما اليوم داك يطلع خاصها تحمر مازال شويه. والمهم هادشي باش ما كان بنا ملي شي حاجه ما يحرمش راسو يدي باني باش ما كان، باش ما كان فهمتوا، يدي باني بنادم باش ما كان، ماشي بقيت تسنى حتى وكان يكون عنده الموجود عادي يدير الحاجه. لا واو ولا ما عندوش بنادم مسكين ما عندوش باش غيدير ديك الحاجه وهي غالي غطلع لي ديك 12 100 ولا 50 درهم كاع اقل 50 درهم. ومنين جاتو وهاد الوقت كتشوفوا الازمه كيفاش دايره والحاله كيفاش دايره وهاد الغلا اللي كثر وتزادوا كي غيدير بنادم ما بقاش كيطم الحاجه كاع كيبغي الحاجه ما كيبقاش يوصلها يتشال حاجه ما يوصلهاش. هاد مول جابين من تسلط عليا اليوم تاهو قلت لكم بنادم كيبغي شي حاجه ويديرها وما كيلقاش باش ويعني وكتكون عنده غير شي حاجه واش حاجه اخرى ما كايناش يدي باني هكا. نطلب عند جارتي نطلب عند صاحبتي شي حاجه نقول لها عافاك دي باني ني راه خاصني هذا الا عندها راه غتعطيك ما عندهاش شافها الله يو هكا غاديه. هذه هي الدنيا راه الله يدير تا ولد الخير. صافي هنا راه كنحرك فهاد صافي هنايا درنا جوج دانونات ديال الكراميل شتوهم جوج الا ما عندكمش كميه كثيره ديروا غير واحد بلا باش نخلطوا هذيك الكيكه غير باش يبننها شويه وصافي. مرا اش كنت غندير لها غير الزبده اللي ما عندوش باش يجيب دانون المشاهدين. المهم كنقول اللي ما عندوش يدير غير شويه الزبده الا عنده في الدار بحال هكا في الثلاجه عندك شويه الزبده ذوبيها وخلطي بهذيك هذيك الكيكه وصافي. وهنايا راه كتعمر ياسمين دارت ديك الكنافه ديال بلعاني ضحكني راسي ولكن لا شتو انا يا مرا مكافحات انا والله حقا ما يكونش عندي والو ما يتكل في الدار يعني شي حاجه بحال مثلا غير واحد شي بيس يعني ما كاين والو ما كاين والو كاع 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 يا زويده الا ما كاين كاع والو كنشد واحد المعطيشه الا كاينه شي قريعه ولا لا اون دي باني نشحرها في المقله. واني درت غطيوتي ولا درت كاسكروت ديالي درت شي هوا زوينه تحكوا القريعات تحكي ديك مطيشه واني درت واحد الصوص زوين ناكلو لا صوص طوماط مع اقرعن انتي واش دابا ياسمين كت تعمر ياسمين كانت غلطت كانت تعمر الغلاقه شفتوها الا شي الا لاحظتوها في الفيديو يلا تعمر الغلاقه تقلبت قلبها الصيام. صافي انا خلينا لديك الكريمه تاعها برد ديك اشنو درت غير النشا شفتوها غير النشا والحليب ولكن كاين اللي كيديرها بالكريمه نتوما داك لا كريم طلعوا كاين الكريم شونتيو حتى هي كيطلعوها بالحليب وصافي وبنادم ها هو غادي ما يحرمش راسو ياسمين مع خليتها هاد اللحظه راه ما كنتش المشاهدين ياسمين راه كتصور بواحد الليد وكتخدم بواحد الليد الا شفتوا داكشي ماشي هو هذاك عقبلوا علينا وصافي ما حيت انا ما كنتش مشيت نتسخر صافي خليتها قلت لها تكلفي كمليها يطلع لي الدم من عندك ما لقيت والو نقلبوا على سميتو حتى زكريا جاب لينا الحليب وبغاها مسكين حتى هوايا مشاتني مشيت عاوتاني انا نجري تسخروكم وما وتعصبت وداكشي ما وجدش وصافي قلت لها خليتك معاها صافي تو كنتساليها عند ما كان هنا ايش بنا دارون ديال شوفوا اسمحوا لنا على الدريساج غادي الله يحسن العوان دارت دارت هنا ياسمين دانون ديال الشكلاط ياكو وكاين عندنا واحد كاين عندنا داك سميتها ياسمين اللي درتي الاخر ها الكراميل كان شاط ليا من عام الاول ولكن كنت دايرها في الفريكو راه ديرو عملو من داك العام عام دابا ودرنا في الكونجيلاتور ما يخسرش الا درتو في الكونجيلاتور المشاهدين راه غادي يحتفظ عليه الا خليتوه على برا راه غيخسر واخا ديروه في الثلاجه كيفوت عليه صافي واحد الشهر ولا شنو صافي وكيخسر. ها هي سميتها كتزول قد الزواق ديال الله يسلمها دارت واحد جوج عينين ودارت خنفر الوسط هذا ما كان. ومن هذا الفيديو كنقول لك احلام دوزي الباطا ديالك الا قبلتي علينا راه خليتها لك في الثلاجه راه ما نسيتكش وتندير شي حاجه زوينه عاوتاني ان شاء الله يكون موجود ونخلي لك حقك ان شاء الله باذن الله.
هما شتو دابا كديرهم ياسمي في الفريكو، ضروري ديرهم في الفريكو واحد ساعة ساعتين هكاك، يقدروا كاع يباتوا ماشي مشكل. يلا نتمنى المشاهدين تجربوهم ويعجبوكم، وبصحة وراحة. السلام عليكم.